تتجه الكليات الجامعية في كثير من الأمم الناهضة إلى تسجيل لهجاتها الحديثة لأنها تمثل تطوراً تاريخياً تحرص الأمة على تسجيله قبل أن يصيبها تطور آخر ويندثر. ولا نندهش أن يعكف كثير من اللغويين في تلك الأمم على دراسة اللهجات الحديثة دراسة وصفية، فتراهم يصفون أصواتها وصفاً علمياً دقيقاً، ويصفون صيغها ويضبطونها ويستعينون في هذه الدراسة بأجهزة التسجيل ومعامل الأجهزة الصوتية، كما يرسمون خرائط موضحة لكل ظاهرة من ظواهر اللهجة العامة، بل لكل كلمة من كلماتها. وقد بدأت دراسة اللهجات في العصر الحديث على أيدي المستشرقين، ولم يكن اهتمام علماء اللغات في الغرب مقصوراً على اللهجات في الأقطار الأوروبية فحسب، بل كان اللهجات العربية قديمها وحديثها جانب كبير من اهتماماته. وقد كانت دراسة اللهجات المحلية والاطلاع على خصائصها وأسرارها فيما مضى ينظر إليها على أنها معول لهدم وتقويض قواعد الفصحى ودعائمها المتينة. ولكن وبعد أن وعى الباحثون وعرفوا قيمة هذه الدراسات آمنوا بأهميتها إلى فهم ما استغلق من أسرار وخفايا عديدة في الفصحى. وإذا كانت اللهجة البحرانية تشترك مع أخواتها لهجات الخليج في كثير من الظواهر والخصائص والأسرار، إلا أنها تنفرد عنها ببعض الخصائص والسمات على الرغم من صلة القرب والجوار، لكن ذلك ليس يستنكر إذا رأينا أن لهجات القرى فيها قد تختلف بعض الشيء عن بعضها بعضا على ما بينها من قرب وتجانس. وقد حظيت اللهجة البحرانية بالعناية والدراسة إذ وجدت باحثا قديرا من أهلها، باحثا لغويا، وعلى كثير من خصائص لهجة بلده وظواهرها وأسرارها، لأنه لامسها وعايشها منذ نعومة أطفاله وكرس اهتمامه لها. أيها الأخوة الحضور، موضوع هذه الأمسية له علاقة بقضية شغلت كثير من البلاغيين، وهي قضية اللفظ والمعنى. فبحثوا العلاقة بين اللفظ ومعناه ونوع هذه العلاقة والضوابط التي تحكمها. وطبعا توقف البلاغيون كثيرا في دراساتهم لهذه العلاقة ومبحث الحقيقة والمجاز. فقد ميز البلاغيون بين لونين من المتقابلين من الكلام انطلاقا من الاستعمال العادي. فإذا استخدمت الكلمة في معناها العادي فهي حقيقة، وإذا انتقلت من الكلمة من معناها الطبيعي المعجمي إلى معنى آخر فتستخدم في معنى أو يطلق عليه المجاز. وفي هذه الأمسية نستضيف الباحث الدكتور سالم النويدري. فمهما حاولت ومهما قلت فلن أستطيع أن أفي حقه وقدره، فضيفنا لا يستلزم معه أي مقدمات طويلة كانت أو قصيرة، يكفي أن نقول الاسم فقط فيتداعى أمامك وفي ذهنك مؤلفاته ومحاضراته. فهو صاحب موسوعة أعلام الثقافة الإسلامية في البحرين خلال 14 قرنا. هذه الموسوعة التي جاءت في 3 مجلدات غطت جوانب تاريخية وسياسية واجتماعية من خلال الترجمة لحوالي 587 علما من أعلام الثقافة الإسلامية. وقد رفل المكتبة البحرانية بعدد من الإصدارات والدراسات المهمة مثل كتاب الذي يعد من الدراسات الأصيلة في مجاله أسر البحرين العلمية أنسابها وأعلامها وتاريخها العلمي والثقافي، وإعداد وتحقيق ديوان ديك العرش نظم الخطيب حسن آل ماجد والكلمة السواء بحث حول الإسلام والمسيحية، كما شارك في بعض الكتب التي صدرت حول تاريخ البحرين، فهو عضو في الفريق العلمي الذي أعد موسوعة تاريخ البحرين.
التي صدرت في 4 مجلدات بإشراف الأستاذ محمد حسن كمال الدين، كما شارك في وضع كتاب المسجد ذو المنارتين مع نخبة من الباحثين. طبعا الأستاذ الدكتور النويدري إلى ذلك مجموعة كتب تنتظر الطب، أبرزها على ما أعتقد الشيخ جعفر أبو المكارم وحياته العلمية والأدبية والاجتماعية، ومناطق البحرين معجم جغرافي، ونظرات في لهجة البحرين وأصولها اللغوية في المعجم العربي. وطبعا هذه المحاضرة هي جزء من هذا الكتاب، والتحف الأولية وهي منظومة تربو على الأوالية. الأوالية نسبة إلى أوال. الأوالية لأن خدتها نفكر نسبة إلى أوال. الأوالية وهي منظومة تربو على 1000 بيت في المقامات الدينية ومراقد العلماء في البحرين، وفي خطى الدمستاني وهي طبعا أبيات شعرية في نظم مقتل الإمام الحسين على نهج طبعا قصيدة الدمستاني الشهيرة. وكان لصحيفة الوسط قبل نحو 9 سنوات في 2008 وقفة تكريمية للمؤرخ النويدري في احتفال حضره عدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والإعلامية، تثمينا لدوره في حفظ تاريخ البحرين من خلال مؤلفاته. وقد قال عنه الأخ والزميل الأستاذ وسام السبع إن قامة رائعة في النويدري المؤرخ البحريني الشيعي الذي أنصف أهل السنة ولم يسعى إلى إلغاء الآخر لتأكيد وجوده كما فعل ويفعل مؤرخون أو منتحلون لهذه الصفة. هذا قليل من كثير عن ضيفنا وأستاذنا الدكتور سالم النويدري، والآن نترككم مع محاضرتي بعنوان من دلالات الألفاظ في عامية البحرين في ضوء الدرس البلاغي. فلتفضل بشكل. أحسنتم كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نتوجه بالشكر الجزيل إلى أبناء المرحوم الأخ الكريم الحاج أمير رجب رحمة الله تعالى عليه، وهم نعم الخلف إن شاء الله لنعم السلف، على هذه الجهود الثقافية التي نستطيع من خلالها على الأقل أن نلتقي وأن نستفيد، كما نرغب أيضا في تعاون الآخرين في لإنجاز الكثير من المشاريع الثقافية التي تنتظر الإنجاز. موضوع هذه المحاضرة محددة ببعض دلالات الألفاظ، وحدود البحث هنا أستطيع أن أحصره في الدلالات المجازية، لأنكم كما تعلمون وكما يعلم الجميع أن الألفاظ لها نوعان من الدلالة، الدلالة الوضعية وتسمى أيضا الدلالة الحقيقية، كما لها أيضا دلالة مجازية، والمجاز يعني الانتقال، يعني كأنما انتقلت من الوضع أو من الدلالة الحقيقية الوضعية إلى دلالة أخرى وهي الدلالة المجازية، التي لأن الجواز يعني الانتقال من شيء إلى شيء، فلذلك عبر عنها بالمجاز. فتحديد البحث هنا في الدلالة المجازية، والعلماء يقررون أن المجاز أيضا نوعان، مجاز لغوي ويجري في الألفاظ عادة. أخوة متخصصين في الجانب اللغوي أمامي، وأيضا بعضهم له كتاب في المجاز، الدكتور علي اللي قاعد يطالعني الحين الحقيقة. الذي يجري في الألفاظ، يعني النقلة صايرة بين لفظ
يعني بين لفظ ومعنى من ينتقل من معنى وضعي إلى معنى مجازي كما هو معروف. وهناك نوع آخر من المجاز يسمى المجاز العقلي. المجاز العقلي كما يقولون يجري في عملية ماذا؟ ليس في عملية ليس في الألفاظ، وإنما في عملية الإسنادية، يعني إسناد فعل إلى، يعني لا يصلح أن يسند عادة بوضعه الطبيعي إلى فاعله. فهذا يسمى نوع من الإسناد العقلي. على كل حال، بينما حدود بحثي، عشان أضيق يعني أجل الدائرة الواسعة وأضيق وضيق وضيق حتى أوصل إلى نقطة معينة أستطيع أن أنطلق فيها بشكل ما من اليسر. فالدلالة هنا اللغوية فقط هي موضوع بحثي، يعني بحثي هنا في الدلالات الألفاظ البحرانية. وإن قلت البحرينية أيضا لا بأس تساوقا مع الوضع العام. فالدلالات هنا أولا أنها ليست دلالات وضعية، وإنما هي دلالات ماذا؟ مجازية. الشيء الآخر، نوع واحد من المجاز وهو المجاز اللغوي، ثم بعد ذلك ستضيق إن شاء الله المسافة، على أساس لا بأس أن نحن نتبرك بآيتين من القرآن الكريم ثم ننطلق بعد ذلك إلى موضوع. لحد الآن إحنا في المقدمة العامة، لم نأتي إلى موضوع الدلالات اللغوية أو الدلالات اللغوية في لهجة أهل البحرين. قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. في آية أخرى القرآن يخاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء نزول الوحي عليه، يقول له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. السؤال هنا ضمن هذه المقدمة التي قدمتها، السؤال: ورد في الآيتين كلمة لسان، ففي آية من هذين الآيتين اللسان هنا ليس فيه مجاز، وإنما بوضعه ماذا؟ بمعناه الحقيقي، بمعناه الأصلي. والآية الأخرى وجد وأيضا فيها كلمة لسان، فوردت بالمعنى الآخر وهو بالمعنى المجازي. فطبعا لا يغيب عند حتى على أهل غير الاختصاص، لا يغيب عنهم أن الآية الأولى في قوله تعالى واجعل لي لسان صدق، يقول المفسرون لسان الصدق هنا يعني الذكر الحسن، الكلام. نعرف أن اللسان آلة للكلام، فهنا لا يقصد به الآلة، وإنما يقصد به معنى آخر، معنى مجازي له علاقة ما بالمعنى الأصلي. المعنى عادة كما تعلمون أن المجاز له علاقة بالمعنى، المعنى الأصلي والمعنى الآخر. الدلالة المجازية له علاقة. فلاحظ أن اللسان في الآية الكريمة واجعل لي لسان صدق، يعني اجعل لي ذكرا حسنا. فالعلاقة هنا بين اللسان بمعناه الوضعي، وبين اللسان وهو الذكر الحسن بمعناه الآخر أي المجازي، هذه الدلالة أيضا يدرسها البلاغيون. سنرى إن شاء الله نماذج منها عندما نأتي إلى الأمثلة من واقع لهجتنا. الآية الأخرى
لا تحرك به لسانك. اللسان هنا هل هو العضو الذي داخل الفم وله قابلية التحريك أو أن يحرك أو شيء آخر؟ شيء آخر. ما هو شيء آخر؟ هنا لا تحرك به لسانك. لا تحرك، لما أقول لواحد لا تحرك لسانك يعني بمعنى إذا أقصد أنه لا تتكلم هذا شيء آخر. أما أقول لا تحرك اللسان، هنا في قابلية للتحريك أو غير قابلية؟ له القابلية، يعني يتكلم هنا على اللسان العضوي ذات الدلالة ماذا؟ الوضعية أو الحقيقية، وليست الدلالة المجازية. فإذا هناك دلالتان، دلالة واقع حقيقية وهي الأغلب، ودلالة مجازية. فلذلك أنا حديثي راح إلى الدلالة على الدلالة المجازية، ويركز على والمجاز قلنا نوعان: مجاز عقلي ومجاز لغوي، والتأكيد في هذا البحث على المجاز اللغوي. والمجاز اللغوي أيضا ينقسم إلى قسمين: مجاز مرسل ومجاز مقيد. المجاز المرسل أو المجاز المقيد مقيد بماذا؟ بعلاقة واحدة فقط، وهي المشابهة بين قوسين الاستعارة. يعني المجاز المقيد هو الاستعارة. المجاز المرسل الذي ينفتح على مجموعة من الدلالات. بحثي هنا ضيقناه شوي، ليس موضوعي الآن عن الاستعارة وهي المجاز المقيد، وإنما عن المجاز ماذا؟ المرسل. والمجاز المرسل ما هو؟ نرى، نحاول أن أتجاوز بعض الشرائح لأن تحدثنا فيها، بس هذه نقطة أكدها قبل لا أنتقل إلى بقية الشرائح. لهجة البحرين لحد الآن طبعا في بشكل عام، لهجة البحرين وهذه البلدة الصغيرة طبعا يستغرب الكثير أن فيها هذه المجموعة من اللهجات المختلفة. يعني ليس من الآن، وإنما من سنوات طويلة لهجات مختلفة في البحرين ومتعارف عليهم. نستطيع أن نقسم اللهجات إلى مجموعات. المجموعة الأولى اللي هي احنا طبعا الأولى وثانية وثالثة ليس معناها الأصالة وعدم الأصالة والقديمة والحديثة، لا، نقسمها إلى مجموعات بناء على اعتبارات أخرى. القسم الأول وهي اللهجة ذات الطابع القبلي، اللهجة القبلية. اللهجة الأخرى هي اللهجة الريفية. هناك ثلاث لهجات تتفرع عن هاتين اللهجتين. هناك لهجة أهل المدن أو اللهجة المدنية، عبرت عنها اللهجة المدنية ذات الأصول القبلية اللي يتكلمون بها قسم كبير من أهل المحرق، أهل الرفاع، أهل كذا، أهل البدية، إلى غير ذلك. وهذا طبعا هم يشتركون مع إخوانهم من اللهجات الأخرى في كثير من المعاني، كثير من الدلالات، كثير من الألفاظ ذات الدلالات المشتركة يشتركون، بس فيها سمات خاصة في شغلة الأداء الصوتي. الخلاف في كثير من القضايا في الأداء الصوتي وفي الصوتيات بالكثير. اللهجة الأولى اللي تنبثق عن القبلية اللي هي اللهجة المدنية ذات الأصول القبلية. اللهجة الأخرى اللهجة المدنية ذات الأصول الريفية.
اللهجة الثالثة ما يعبر عنه باللهجة الوسطى، أي لهجة المثقفين أو ما أشبه ذلك، التي تدور بين الناس المثقفين في مجالسهم، وهذه مأخوذة من كل هذه اللهجات ومعمول بصياغة منقحة وبشيء من التنظيم إلى غير ذلك، نتيجة لما وصلوا إليه من تطور ثقافي وفكري إلى غير ذلك. سؤال: أنا الآن في بحثي، أي بحث يحاول أن ينحو نحو العلمية لابد أن يحصر أو أن يحصر عملية الانبساط هذا لا يؤدي إلى نتيجة. فالبحث هنا خاص باللهجة المدنية ذات الأصول الريفية. لماذا؟ لماذا؟ السبب الأساس لأنها لهجة الباحث، وأهل مكة أدرى بشعابها. معيب أن واحد من لهجة أخرى يكتب عنها أو يبحث فيها، لا بالعكس، ولا حتى من دولة عربية أخرى يكتب عن لهجة محلية مثلا في دولة خليجية مثل البحرين ويكتب، لا بأس. يعني مثل الدكتور عبد العزيز مطر كتب عن البحرين وكتابة ذات طابع أصيل. في واحد آخر من نفس جنسيته كتب عن لهجة البحرين، وهو أستاذ في الجامعة لا أذكر اسمه الآن، ولكنه يختلف تماما عن الدكتور عبد العزيز مطر، لأن لا تحس الأصالة، لا تشعر بالأصالة في كتابته. على كل حال، فأولا لأنها لهجة الباحث ويستطيع أن يعني ينظر فيها بشيء من الواقعية. احنا لاحظنا في نقطة مهمة قبل لا نبدأ البحث، وهو أن اللغة عموما أو اللهجات عموما أو أي حتى اللغة جوانب أو مستويات: المستوى الصوتي، المستوى التركيبي، المستوى الدلالي، المستوى إلى غير ذلك. المستوى الصوتي من السهل على أن يبحث فيه حتى ولو كان إنسانا خارجا عن محيط الخليج فضلا عن البحرين، وكذلك المستوى التركيبي والمستوى الصرفي أو ما أشبه ذلك. أما المستوى الدلالي فأقول، لا أقول مستحيل، ولكن من الصعب أن يؤهد إلى غير أهله، يعني أهله أقصد من الذين يعايشون اللغة أو هذه اللهجة. إذا لم يكن معايشا للغة فلا يستطيع أن يبحث بشكل يعني أو بآخر يعطي نتائج قريبة من الواقع، لأن الدلالة خاصة إذا نحت النحو المجازي. يمكن يأخذ للمنجد أو يأخذ للسان العرب أو يأخذ لأي شيء ويطلع يسمع كلمة واحد قايلها عامي من العوام ويروح يفتح ويقول والله هذه أصلها كذا وأصلها كذا وانتهى الإشكال، لكن هذه الكلمة ربما لها معنى آخر، أسلوب آخر. يعني أتذكر مرة مقابلة في تلفزيونية أو إذاعية، ما أتذكر هذا الكلام، في الثمانينات أعتقد تلفزيون البحرين، مع واحد بحار يذكر ذكرياته عن البحر وأهواله إلى غير ذلك. يذكر مرة أن في سفينة، هم كانوا في سفينة وكادت السفينة أن تغرق أو ما أشبه ذلك، فيقول إلى المذيع، والمذيع ليس من الخليج، ويقول إلى المذيع: وهبت الريح وهبت كذا وبغينا نروح فيها. الأخ يسوي له: حتروحوا فين؟ معذور، هذا معذور، معذور، لأن هذا تحدث بلفظ خارج نطاق المنجد، صحيح ولا لا؟ فلذلك هذه النكتة اللي جايبينها مو من عادتي أجيب نكت، لكن على كل حال جايبينها علشان يؤكد على أن الباحث يمكن أن يكتب أو يبحث في كل مستويات اللغة الأخرى، لكن المستوى الدلالي من الصعب، لا أقول من المستحيل.
فعلى كل حال فهذا هو السبب. هدفي من البحث هو هدف معرفي بالدرجة الأولى، ما إلى علاقة بأي جانب آخر، نأمل أن يكون الأمر كذلك، والمعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى. الهدف في الأساس معرفي، ثم أيضا نفسي اللي هو تأكيد الانتماء إلى أصالة هذا الشعب الكريم، أو على أصالة هذه الشريحة وأصالة غيرها أيضا من الشرائح، لأن نحن نعيش في مجتمع كالفسيفساء كما يقولون، ولكل شريحة من الشرائح الاجتماعية أصالتها وثقافتها وإلى غيرها، ولها مشتركاتها أيضا مع الشرائح الأخرى. فعلى كل حال أعتقد هذا كفاية من هذا الاختصار. أنتقل إلى أيضا لحد الآن إحنا في المقدمات، مقدمة أولى ومقدمة ثانية، أعتقد أتجاوزها. أي تقسيم المجاز والمجاز، وهي سبق أن تحدثنا عنها. المقدمة الثانية وهي قلت لكم أن حديثي سينحصر في قسم من المجاز اللغوي، وهو ما يسمى بالمجاز ماذا؟ المرسل. وليس سميناه مرسل لأنه منفتح على مجموعة من العلاقات. هذه يقول المجاز المرسل تعريفه استعمال اللفظ كأي مجاز، استعمال اللفظ في غير المعنى الأصلي، هذا هو المجاز. والمجاز المرسل هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له بشرط غير المشابهة، لأن إذا يصير مشابهة يتحول إلى استعارة، غير المشابهة العلاقات غير المشابهة تكون ماذا؟ تكون مجاز مرسل. على أساس إحنا على أساس بعدين ننطلق في الأمثلة، الآن ما نستطيع إحنا ننطلق إلا بعد أن نتذاكر على الأقل بعض القضايا ربما بعضنا ناسنها. يعني الاستعارة هي نفس الشيء، مجاز لفظ في غير أو استعمال لفظ في غير المعنى الموضوع له لعلاقة المشابهة، هذه الاستعارة. فلذلك حديثنا الآن ليس عن الاستعارة، عن المجاز المرسل مع علاقاته، العلاقة السببية والمسببية، طبعا هذه حسب النهج البلاغي التقليدي، ويبين احنا مو قادرين نطلع من أسار التقليدية فلا بأس، وبخاصة نتحدث عن لهجة فيها من الأصالة الشيء الكثير، فلذلك نضطر أن نستخدم لغة البلاغة أو علم البلاغة التقليدي. السببية والمسببية والكلية والجزئية واللازم والملزوم واعتبار ما كان وما سيكون، وأيضا الحال والمحل، والآلية العموم والخصوص، ثم بعد ذلك كما يقال التعلق الاشتقاقي. هذه هي موضوع بحثنا، يعني هذه في الأسطر للأربعة وعلاقات المجاز المرسل، هذا موضوع حديثنا إن شاء الله هذه الليلة. ما أدري كم راح من الوقت، يعني تقريبا راح ثلث ساعة. ثلث ساعة احنا قلنا أستاذ ياسر، وين أستاذ ياسر راح؟ احنا قلنا أنا كتبت لك في حدود 50 دقيقة هالشكل، إن شاء الله 50 دقيقة والباقي تكون للمداخلات بإذن الله تعالى. من الآن نصف ساعة على كل حال. كل مرة سهرتوني. إيه على كل حال أنت المدير بيدك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. من أمثلة المجاز المرسل وعلاقاته في لهجة البحرين. نتذكر اللهجة ذات احتمال تسمعون طريقة الكلام وفق اللهجة المدنية ذات الأصول الريفية، يعني هذه هي الأساس. أنا لم أتعود على اللهجة الريفية، تعودت على اللهجة المدنية ذات الأصول الريفية، يعني هذه هي اللي لاحظوا يعني. فنبدأ الآن بالعلاقة الأولى، العلاقة السببية والمسببية، يعني علاقة السبب بالنتيجة، علاقة الأثر بالمؤثر. فنلاحظ نبدأ في الفصحى عادة، الفصحى أيضا فيها المجاز أخذناه من الفصحى. في الفصحى يقول كون الشيء المنقول سببا ومؤثرا في شيء آخر، واللي بنذكر اسم العلاقة
على أساس يعني على أساس أنها الأصل، يعني اسم العلاقة اللي انتقلت من الأصل إلى غيره، يعني من الدلالة الوضعية إلى الدلالة. فلذلك لما نقول هنا السببية يعني المذكور هنا السبب. فتقول مثلا في قول بعضهم رأى الجواد المطر، هاي في من أمثلة علم البلاغة، رأى الجواد المطر يعني رأى الجواد ماذا؟ النبات العشب الكلى. ليس المقصود اللازم ولكن المقصود ماذا؟ الملزوم. فالمذكور هنا اللازم والمقصود هو الملزوم، لأن الشمس لأن الضياء من لوازم الشمس ولا عكس، الضياء من لوازم الشمس وليس هناك انفكاك. فالمذكور هو اللازم والمقصود هو الملزوم، يعني طلعت الشمس. الأمثلة هنا أيضا أدنى بالعامية وارد، يقول طفض اللي هو الضوء، تعبير باللهجة العامية ذات اللي أنا أنطقها أو أجدادنا ينطقونها، طفض الضوء، وكأن مشدد الواو ينطقونها كأن ما شكل طف الضوء يعني الضوء، مثل قولين ايه الضوء في ليف، اي مثلا الضوء، اي نعم احسنتم، الضوء في 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 مثل الضوء في ليف يعني، او فلان هذا حركته ضوء في ليف. معنى اخر لا، هذا انت احنا ناخذها على اللفظ. رحت الى الاسناد قلنا لك هذا مجاز عقلي يا دكتور، صحيح ولا لا؟ صحيح. ولكن حنتكلم الآن عن المجاز اللغوي، المجاز اللغوي. فلذلك لما نقول الضوء، فذكرنا ماذا؟ الضوء من لوازم النار، فالنار ملزوم، والمذكور اللازم الضوء، والمقصود ماذا؟ الملزوم وهو النار. الغمض، يقول أنا ما شفت الغمض، الغمض يعني ماذا؟ غمض العين، عيونك تغمض، صحيح ولا لا؟ يقول أنا ما شفت الغمض، يقصدون ما شفت النوم، صحيح؟ فالغمض من لوازم النوم، هل واحد ينام وهو فتح عينه؟ يعني لازم والله لا، في انفكاك بين اللازم والملزوم ما في. فلذلك الغمض هنا يقصدون بالنوم، والغمض لازم، فالمذكور لازم والمقصود الملزوم. الملزومية أيضا من العلاقات في المجاز المرسل الملزومية، وهي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر، يعني عكس السابق. يعني كدخلت أو كما يقولون هنا دخلت الشمس من الكوة، هنا يقصدون بالشمس ماذا؟ الضوء، لأن الشمس ما تتصور تدخل من النافذة، الشمس بتدخل لك من النافذة، الذي يدخل من النافذة ماذا؟ الضوء. فالعلاقة هنا علاقة ملزومية لوجود لذكر الملزوم، والمقصود به ماذا؟ اللازم، مقصود به اللازم. على كل حال أمثلة أيضا عندنا، في أمثلة عندنا شفنا القمر في العين، شفت القمر في العين، العين نزل، القمر نزل لك في العين، طبعا صورته شعاعه، الشعاع من لوازم القمر والله لا، طبعا من لوازم القمر. فمذكور هنا ملزوم، والمقصود هو اللازم وهو النور المنعكس. ايضا الشمس في قولك حركة الشمس، الشمس طبعا هي اللي بتحرق، الحقيقة هي الأشعة، الأشعة يعني أنت تجرب تخلي لك، تجيب لك عدسة مقعرة وتخليها أمام قرطاسة والله خرقة والله شيء، فرايحة تجمع وتحرق لك هذه، فاللي حرقت الحقيقة الأشعة وليست الشمس. فالأشعة من لوازم الشمس. فالمذكور هنا الملزوم وهو الشمس، بينما المقصود هي اللازم. هنا أيضا اعتبار ما كان، قوله تعالى يعني النظر للقضية إلى نقلة من شيء
يعني إلى الشيء الماضي. وآتوا اليتامى أموالهم، قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. في عندنا في الفقه ما يمكن أن تعطي المال للشخص الموروث إذا كان غير راشد، ما يمكن، صحيح ولا لا؟ تمكن ما تعطي. وفي اللغة اليتيم هو لم الذي لم يبلغ درجة اللي هو لم يبلغ مستوى الرشد. اللي بلغ مستوى الرشد واحد عمره 15 16 20 30 سنة سمي يتيم؟ لا. فإذا الدكتور كان وصل سلمك الله وراك، حياك الله وراك. على كل حال فاليتامى هنا وروده هنا مجازي وليس حقيقي، وليس حقيقي. ما العلاقة هنا؟ هو اعتبار ما كان، أي الذي كان يتيما. أعطوا كتقدير الآية هالشكل، أعطوا الأموال الذين أعطوا الأموال الراشدين الذين كانوا يتامى. فإذا استخدم لفظ اليتامى هنا استخداما مجازيا، علاقته اعتبار ما كان. الأمثلة في عاميتنا أعتقد هذه يمكن نسمع. يقول فلان أو يسألون الأم مثلا شو أخبار فلان المريض، بينها بين مزكم والله هي مثل هالأيام وهالأجواء هذه صدر وكذا، شو أخبار البارحة نومت فلان؟ قال والله هو الحين سهد. سهد يعني ماذا؟ نام بعد أرق، عدل والله؟ لا سهد يعني مو واحد مرتاح نفسيا وكذا وش من هالنوع ويجي ينام ويقولوا عنه سهد بعد المعاناة. سهد بمعنى نام بعد أرق. زين، في اللغة ليست هذه، في اللغة السهد يعني الأرق، عكس الكلام، عكس هذا نوم. بينما في اللغة السهد يعني الأرق. فإذا المذكور هنا السهد اللي كان معناه الأرق إلى النوم، فهذا باعتبار ما كان أو باعتبار ما سيكون؟ باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، يعني كان أرقا ثم بعد ذلك نعم. لفظة أخرى أدنى الهريس، هذا أيضا مستخدم في رمضان وفي كذا، هو هذا الطعام المعروف الشعبي المعروف اللي عبارة عن الحب مدقوق مطحون طبعا مدقوق ويا شوية لحم ويا كذا ومطبوخ بطريقة أخرى. هذا هو الهريس بلهجتنا. الهريس في الفصحى ما هو؟ الهريس في الفصحى طبعا أنا التي من إن شاء الله في الأخير المراجع رايح تشوف أنا راجع إلى بعض الأشياء اللغوية، المراجع اللغوية. الحب المطبوخ أو عفوا المدقوق قبل الطبخ، هذا هو الهريس في اللغة. بينما احنا صار عندنا الحب الزائد لحام وبعد الطبخ وبعد ما ينضج وبعد ما يهلك اللحم فيه، ها، وبعدين فهذا هو الهريس عندنا. فإذا الهريس عندنا اعتبار ما كان، يعني هذا الهريس اللي الآن صار مطبوخ وصار كذا، هذا كان سابقا حب لم يطبخ بعده. فإذا هذه اعتبار ما كان. في اعتبار ما سيكون، اعتبار ما سيكون هو النظر إلى الأشياء مو بالماضي بالمستقبل، يعني كأنما بتصير في المستقبل. ويذكرون قوله تعالى على لسان أحد المسجونين في قصة يوسف عليه السلام، إني أراني أعصر خمرا. الخمر ينعصر الخمر؟ لا، أعصر عنبا، يعني أعصر عنبا تؤول خمرا. صح الناتج. طبعا في كثير من الأمثلة، لكن أكتفي عادة بمثال فصيح واحد
ولكن ببعض الأمثلة العامية. لاحظ كلمة الأمثلة العامية باعتبار ما سيكون. فلان طاح سهفان. سهفان يعني ماذا؟ يعني بادن عليه التعب والإعياء وما أشبه ذلك. وفي اللغة سهفان بمعنى هالك يعني ميت. طاح سهفان يعني طاح منتهي يعني. فإذا سهفان هنا التي بمعنى الذي بدا عليه الإعياء والتعب والجهد، بالسهفان الذي معناه الهالك الموت، هذا اعتبار ماذا؟ اعتبار ما سيكون، ما يؤول أمر هذا الإنسان الذي بدا عليه التعب. فإذا هنا باعتبار هنا ما سيكون. عندنا كلمة فلا ها؟ احتمال ما لا لا سهفان اللغة يقول احنا معناه في العامية سهفان. إيه سهفان يعني يعني انت انتهى، بس في اللغة العربية معنى سهفان يعني ميت. فإذا انتقل هنا، لا عفوا استاذ، انتقل هنا من معنى الموت، من معنى الموت الى معنى الى معنى التعب لما تقول طاح سهفان يعني مو طاح ميت، بلهجتنا مو طاح ميت، لكن في اللغه العربيه لما تقول طاح سهفان يعني طاح ميت. العلاقه بينهما ماذا؟ اعتبار ما سيكون، مآله ان يكون يموت. كثير من الناس لما ان يصاب بالجهد الكبير ربما يموت، ربما، لان هي ليس لازميه، والا لو كان قولك هذا، هذا ما سميناه اعتبار ما سيكون، سميناه لازم بملزوم، صحيح؟ فإذا احنا انتقلنا الى 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 علاقة اخرى. نعم. عندنا كلمة باصق، لا هذا اكل باصق. باصق يعني ماذا؟ يعني غير مستساغ طعما، غير مستساغ. نتيجة الغير المستساغ طعما انه ماذا؟ انه يبصق. يعني بمعنى أن الذي يأكل طعاما غير مستساق يكون مآله أن يبصق. فذكر هنا ماذا؟ هنا العلاقة هنا واضحة في اعتبار ما سيؤول إليه الأمر، ما سيكون. حتى الكلمة باصق في أثناء الحادث، لما البعض من الناس يستخدم كلمات غير مستساغة في العرف العام يطلق عليه كلمة باصق. يعني هنا بس أنا أتكلم الآن عن محددة محددة. أحسنتم كثيرا. لكل كلمة لها أكثر من معنى. أتكلم الآن عن معنى محدد، معنى محدد. عندنا مثلا غرسنا نخلة في البيت، هي في الحقيقة النخلة لا تغرس عادة، الآن تغرس فسيلة. يجيبونها فسيلة، فسيلة هي جزء من النخلة عادة، جزء. نعم. يعني هنا بمعنى أنه غرسنا فسيلا يكون نخلا، صحيح ولا لا؟ يعني بمعنى سيكون نخلا. فالعلاقة هنا اعتبار ما سيكون. هنا عندنا أيضا علاقة علاقة حالية وعلاقة محلية. أنا لاحظت بعض الزملاء أنا يلفظها حالية وتلتبس عليه مع الحال النحوي، يلتبس عليه مع هذا الحال. هي في الحقيقة مع تشديد الياء، مع تشديد اللام، تشديد اليوم عفوا، الحالية من حل يحل. نعم. فهنا الحالية، وعندنا المحلية في مقابلها، يعني الحال هو الذي ماذا يحتويه المحل، هذا هو فلان حل في منطقة فلان فهو حال فيها. نعم. كقوله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون. عندنا الجنة هنا في رحمة الله يقصد في الجنة، يعني يقصدون به الجنة. هنا في رحمة الله يعني في الجنة، يخلدون في الجنة.
ما العلاقة بين 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 الجنة وبين رحمة الله؟ لأن رحمة الله تحل في الجنة عادة، فهذا حال، يعني ذكر الحال والمقصود ماذا؟ المحل وهو الجنة. الآن الأمثلة عندنا العامية، الفريق الحي يعني المعروف، الحي يعني بمعنى وهو مكان تجمع سكاني في قرية أو مدينة، هذا هو الفريق عادة. رحنا الفريق يعني ماذا؟ لهذا هذه البقعة المحددة المكان. وفي اللغة الفريق هو الطائفة الكبيرة من الناس، صحيح ولا لا؟ فإذا هنا مذكور حال وهو الطائفة الكبيرة، والمقصود ماذا؟ محل، والمقصود هو المحل، فلذلك قلنا عنها العلاقة حالية. عندنا أيضا النخل، يقول مثلا زرنا النخل الفلاني أو تغدينا في النخل الفلاني، بمعنى ماذا؟ المزرعة، البستان، البستان. فإذا احنا ذكرنا الحال وهي النخل، وقصدنا ماذا؟ المكان وهو البستان أو المزرعة التي تحل فيها فيه النخلة أو النخيل. فإذا عليكم السلام ورحمة الله. فإذا احنا ذكرنا الحال وقصدنا به المحل. ونفس الشيء بالنسبة إلى القهوة، هو مكان تقديم القهوة، القهوة عندنا، ويرادف المقهى يقاد. نعم، فذكر الحال القهوة وقصد المحل المقهى. تقصد لما تقول رحنا القهوة يعني مو احنا رحنا البن، وإنما رحنا المقهى، اسم مكان من قهى يقصد، صحيح؟ فلذلك هنا العلاقة هنا علاقة حالية، فذكر الحال وهو القهوة عادة، وقصد المكان وهي المقهى التي تحل فيه القهوة عادة. المحلية والعكس، وهو كون الشيء يحل فيه غيره، كقوله تعالى يقولون بأفواههم، بأفواههم أي ماذا؟ بألسنتهم. فهنا المذكور ماذا؟ المذكور المحل وهو الفم، والمقصود ماذا؟ اللسان وهو الحال في ذلك. فإذا العلاقة هنا حالية والله محلية؟ محلية، لأن المذكور هنا المحل. الأمثلة هاي طبعا في اللغة الفصحى، في اللغة العربية، في اللغة العامية عندنا لفظة القرقور. القرقور هو ماذا؟ الشبك المعروف، اللي نوع من القفص أو من الشباك، تستخدم شباك للصيد على شكل قفص أو على شكل كذا ينزل فيه، هذا معروف هو. بينما في اللغة الفصحى هي السفينة. القرقور بضم القاء هي ماذا؟ هي السفينة. العلاقة بين الـ بين الـ بين الـ اللي هو الشرك أو الشبك أو القفص الصيد وبين السفينة علاقة ماذا؟ حال بمحل، فالعلاقة محلية، لأن عادة ما يستخدم أو ما ينقل، ما ينقل أنواع مثل هذا النوع من الشراك تنقل عن طريق السفن أو توضع في السفن ثم ترمى في البحار. فهنا علاقة حال أو علاقة محل بشنو؟ بحال، وهي ماذا؟ أو وهنا علاقة محل بحال، والمحل هنا على السفينة أو القرقور بين قوسين السفينة وهو المذكور، انتقلت إلى دلالة أخرى وهي ماذا؟ وهي شباك المعروفة وهي المقصودة. فلذلك علاقة محل بحال، فالعلاقة محلية. عندنا أيضا رقم 11، بس وصلنا ننتهي يعني، ما باقي شيء، باقي كم رقم؟ عندك خمس دقائق. بس خمس دقائق، زين، جميل إن شاء الله. الآلية هو كون الشيء آلة لإيصال أثر شيء إلى آخر آلة، مثل قوله تعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هنا بلسان قومه يعني بلغة، هذه لها أيضا يعني نستطيع أن نقول
أن لها دلالة أخرى أو علاقة أخرى، وأيضا هنا واردنا أنها علاقة آلية، يعني اللسان آلة، يعني اعتبرت بهذا بهذه الزاوية، يعني نظرنا إليها من هذه الزاوية، اللسان هو آلة للحديث أو آلة لإيصال البلاغ اللغوي، فلذلك هنا العلاقة كما قلنا آلية. من أمثلة ذلك في اللهجة اللسان، يقول فلان لسان ضرة، فاللسان هنا بهذا المعنى، العلاقة هنا بذكرى، وإلا هي يعني لغة ضرة اللي هو كلام ضرة، هنا اللسان بمعنى ماذا؟ بمعنى الكلام. نظرنا إليها من زاوية أخرى فوجدنا أيضا لها، فلذلك قلنا لا مشاحة في الجوانب البلاغية. نعم، هنا لفظة الفرزة، الفرزة يعني شنو؟ المطرقة الكبيرة، المطرقة الكبيرة هذه عادة اللي تحدث الشقوق الضخمة عادة، زين؟ فهذه المطرقة نحن نسميها فرزة، بينما في اللغة العربية الفرزة ماذا؟ الشق في الجدار عادة الواسع، هذه الفرزة، زين؟ شنو علاقة الفرزة المطرقة بالفرزة الشق؟ علاقة آلية، لأن هذه آلة للشق، آلة للقطع، لقطع ليس للقص وإنما للشق وللتحطيم ولماذا، فهذه آلة اعتبرت نظر إليها على أساس أنها آلة. عندنا أيضا الخصوص والعموم، وعلى فكرة هذه أكثر لغتنا من باب الانتقال من الخصوص إلى العموم، من العموم إلى الخصوص إلى غير ذلك. نبدأ بالعموم. العموم هو كون الشيء شاملا لكثير معروف، ويقصد به الخاص، يعني تنقل من العام إلى الخاص، فالعلاقة بينهما علاقة العموم. والآية الكريمة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم إيمانا، صحيح؟ من هو الناس؟ شخص واحد اللي هو مكتوب اسمه هنا، نعم ابن مسعود فقط. لماذا قال الناس هنا؟ هي على سبيل المجاز، لو قال نعيم الذين قال لهم نعيم ابن مسعود ما صار مجاز، صار ماذا؟ صار حقيقة، ولكن قال الناس الذين قال لهم الناس، والمقصود هو نعيم بن مسعود بإجماع كل المفسرين من مختلف الطوائف، هو نعيم بن مسعود لا غيره، ولم يشترك معه أحد في هذا القول في عملية التثبيط، تثبيط الهمم. فإذا هنا المذكور عام وهو الناس، والمقصود به فلان خاص، فإذا المذكور العام والمقصود الخاص، فإذا علاقة عموم. الأمثلة فيه واضح أيضا، نقول طلعنا من المغتسل ورحنا وكذا، المغتسل هنا بمعنى ماذا؟ المكان الذي يغسل فيه الميت، بينما المغتسل في الأساس كل مكان يمكن أن تغتسل فيه فهو مغتسل، صحيح ولا لا؟ احنا ايش سوينا؟ نقلنا من عام الى خاص، فالعلاقة هنا علاقة العموم. عندنا الملفع، الملفع هو ماذا؟ القناع الذي توضع تلف المرأة حول كذا، معروف ها الشيلة، الملفع، المقنعة، اي حتى من أول كانوا يسمونه شيلة ويسمونه مقنعة ويسمونه قناع إلى غير ذلك. نعم، والملفع في اللغة هو ماذا؟ ما يجلل الجسد كله. الملفع تلفع بالشيء، تلفع بالرداء، لفه على كل جسده، يعني مو بس الرقبة والرأس والكذا، لا، احنا سوينا خصصنا العام، يعني نقلنا من العموم
إلى الخصوص. فلذلك قلنا أن العلاقة المجازية هنا علاقة العموم. عندنا لفظة الماعون، ماذا نعني بالماعون؟ آنية الطعام، صح، نقدر، صحيح، مو أكثر، مو أكثر. هذه هذه هذا يعني هذا يعني اقدر والله والله صحن زين، او احيانا او حتى الملعقه يمكن ما يدخل ضمن ماعون، صحيح والله لا؟ لهجتنا العاميه ان الماعون هو هذا اللي جمعناه من المواعن. احسن يعني لا يعني ربما احنا الان نفهم بمعنى مواعين اكثر من اكثر شويه من تعطيها الجمع، طلعت عن المفرد. المفرد مختصر على شيء معين. على كل حال، الماعون في اللغه هو اسم جامع لمنافع البيت. الكنفه هذه ماعون، يعني هذه نقدر نقول الكمبيوتر ماعون، صح ولا لا؟ والذين يمنعون الماعون. الماعون أي شيء له علاقة بمنافع البيت فهو ماعون، يعني حتى المكيف على الأساس يكون ماعون، صحيح؟ فإذا إحنا إيش سوينا؟ يمنعون الماعون، يمنعون الأكل. هنا على كل حال التفسير أعم من هذا. على كل حال نرجع أي تفسير سنرى أنه يعمم. على كل حال، بينما نتكلم الآن عن لهجتنا، ماذا عملت؟ خصصت ما كان عاما. فالعلاقة المجازية هنا علاقة العموم. الآن بالعكس، العلاقة المجازية علاقة الخصوص، انتقال من الخاص إلى العام، يعني تعميم الخاص. هذا في اللغة موجود وفي اللهجة أيضا موجود. في اللغة كإطلاقهم اسم الشخص مثلا على القبيلة، على مثل ربيعة، مضر، كذا، هو في الأساس أسماء ماذا؟ أشخاص، ثم عممت، نقلت من معنى خاص إلى معنى عام. في اللي هو اللهجة العامية عندنا العقير، فلان عقير، مرة عقيرة، رجال عقير، إلى غير ذلك، يعني العقيم الذي لا ينجب. بينما في اللغة العقير هو العقيم من الرجال فقط. نعم، أحسنتم. العقير العقير يعني بمعنى العقيم هو من الرجال فقط، يعني في اللغة مخصص، وفي لهجتنا ماذا؟ معمم. المذكور الخاص والمقصود ماذا؟ العام. فالعلاقة عموم ولا خصوص؟ لا، خصوص، خصوص، علاقة خصوص. اي نعم. عندنا ايضا من الكلمات المناصب، هذه ما فيها مفرد لانهم ثلاث الاثافي. اي نعم، المناصب هنا الاثافي. المناصب عندنا اللي هو الثلاث احجار كانت توضع على تحت القدر علشان الطبخ، أثافي القدر، أو بعد ذلك قلنا نستخدم الحديد، صحيح؟ يعني نجيب اللي هو مناصب من الحديد، لها أيضا ثلاثة أرجل. نعم، وتخلي عليها القدر. فالمناصب عندنا هي ما وضع تحت القدر من حجر أو حديد أو من أي شيء آخر، مو مشكلة. بينما المناصب في اللغة هو ماذا؟ المناصب ما وضع تحت القدر من الحديد فقط. الحديد لا، كان سابقا في حديد، في حديد الذي يوضع، يجيب شوية حديد، قطعة حديد خليها الصوب، يجيب حديد، هذه تسمى مناصب. أما تلك فتسمى أثافي، يعني الأثافي القدر الذي هي أساسا من الحجر. فلغتنا العامية ماذا فعلت؟ نقلت من ماذا؟ من الخصوص إلى العام. فالعلاقة علاقة خصوص. عندنا لفظة العود. العود يعني الكبير من أي شيء. في العامية تقول رجال كبير،
رجال عود، مرة عودة، بيت العود، باب العود، تقول مثلا الشجرة العودة، أجلكم الله الحمار العود، عندنا مثل حمار العود ما يتعلم زين. يعني كل هذه سواء كانت بشر أو حيوانات أو جمادات ممكن أن تصفها بكلمة ماذا؟ العود. هذه في لهجتنا العامية، في لهجتنا في اللغة الفصحى ماذا يعني الجمل ممكن الكذا إيه؟ يعني غير هذا لا. فإذا هو مخصص، مخصص ب، فأيضا نحن نقلنا من الخاص إلى العام، من الخاص إلى العام. هنا آخر شيء يبين هذا رقم 14 جدا يعجب الجماعة. طالب بعشر دقائق خلاص طالبنا ما يخالف. على كل حال هذا وانتهى، وانتهى كل شيء. بقي هو التعلق الاشتقاقي سهل، هذا عملية يعني لفظ مشتق تنقله من صيغة مشتق معين إلى صيغة مشتق آخر. هذا أيضا في القرآن موجود، ولا عاصم اليوم من أمر الله، أي لا معصوم. شلون؟ لا عاصم اليوم من أمر الله، فيها واو، فيها واو ظاهرا. إيه فيها واو، ممكن تدخل على النت الحين تطلع. لا لا علشان لا 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 على أساس ما فيها شيء، دقيقة واحدة تطلعها نستفيد أيضا، خصوصا هي آية، خصوصا أنها آية، فلذلك لابد الواحد يتأكد منها. أي على كل حال، على كل حال، المهم في لفظة عاصم هنا بمعنى ليس بمعناها الاشتقاق الأصلي. ما في واو، احتمال كبير ما في واو، ما في واو، مو احتمال. انطالع دقيقة واحدة، انطالع انطالع بس لحظة، طالع طالع لي من طالع. على كل حال، فلا عاصمة، لا عاصمة يعني لا معصوم، لا أحد معصوم من ماذا؟ من أمر الله. إذا جاء أمر الله فلا يتأخرون، طبعا لا يمكن أن يتأخروا ساعة ولا يستقدمون ولا إلى غير ذلك. فأمر الله حاصل إذا، نعم بدون واو. ها أحسنتم، فلذلك احتمال أنا ما شلته على يعني، فلذلك بعتها صاير صاير بروحها ما مات. على كل حال أحسنتم كثيرا، جزاكم الله خير، وإحنا يعني شاكرين لكم على الالتفات الجميلة، يعني خاصة بالنسبة للآيات لا نفرط فيها. أحسنتم. ومن ذلك إطلاق اسم المفعول مثلا على الفاعل، عاصم اسم فاعل وأطلقنا على المفعول. على كل حال احنا في أمثلتنا العامية نقول شايب عايب، يعني ماذا؟ معيوب، يعني انتقال من صيغة إلى صيغة، صيغة فاعل إلى صيغة مفعول، أو هو المقصود به، يعني المذكور هو صيغة الفاعل والمقصود صيغة ماذا؟ المفعول. أيضا كلمة واجد نستخدمها كثير، هذه بمعنى كثير، واجد بمعنى كثير، بمعنى أيضا موجود، فبدل ما نقول هذا موجود كثير نقول واجد. فإذا هذا استخدام في التعلق الاشتقاقي. هنا عندنا كلمة باصق أي مبصوق، نستخدمها اللي قلنا نطالعه من زاوية هناك ونطالعه هنا من زاوية أخرى بحسب العنوان. نعم، ونعيد لا مشاحة في الجوانب البلاغية. على كل حال فهنا انتقل من صيغة المفعول وهي مبصوق إلى صيغة الفاعل، وهذا طبعا نوع من المجاز أو من العلاقات المجازية في المجاز المرسل. هذه نماذج من الدلالات المجازية في جانب من اللهجات البحرانية، والذي عبرنا عنه بالمجموعة المدنية أو اللهجة المدنية ذات الأصول الريفية. أنا قاعد أسأل سؤال والدكتور قال لي خلاص ما في وقت، سألت فهل يسع الوقت للدماذج من دلالاتها الحقيقية؟ أكثر لغتنا حقيقة، يعني المجاز يعني يجي عربي، ولكن أكثر، فلذلك
أنا نريد المجاز ولا نريد الحقيقة، لأن الحقيقة الكل يعرفها وكلكم تعرفها. والحقيقة متعبة في الحقيقة. أي على كل حال، والحمد لله رب العالمين، وأنا شاكر لكم هذا الحقيقة شد يعني النفس لهذه الدقائق أو مو الدقائق، القريب من الساعة صارت ساعة. صارت ساعة منا 50 وأعطيناك ساعة. جزاكم الله خير كرماء، يعني جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.